ديكو شباب عاملين ايه؟ معاكم احمد صلاح. دلوقتي هشرح لكم فرق من المودم وفرق من الراوتر وفرق من مودم راوتر او حاجه. ده فرق، ده مودم، ده المودم، وهقول لكم بقى اللي تفرقوه ازاي. من الراوتر اهو، ده الراوتر، وده ايه؟ مودم راوتر. هفرق لكم ازاي تعرفوا تيجي تشتروا، تشتري مودم تكون ازاي، وتشتري الراوتر تكون ازاي، وتشتري المودم راوتر تكون ازاي. تابعوني بعد الفاصل. الفيديو ده موجه للناس المبتدئه او الناس العاديين، اللي هي الناس اللي المستخدم العادي. وكمان هشرح لكم ازاي تربطوا بالراوتر بالمودم بطريقه صحيحه، هي عن طريق برود باند او بريدج. اول حاجه، ان في ناس بتفتكر ان المودم هو راوتر، وده غلط. في اختلاف من المودم، في اختلاف من الراوتر. المودم ببساطه هو بيترجم الاشاره من الديجيتال الى ايه؟ الانالوج، او الانالوج الى الديجيتال. يعني انت لو موجهه ناحيه الكمبيوتر من الانالوج الى الديجيتال، ولو الكمبيوتر الى خط التليفون يبقى ديجيتال الى انالوج. طيب ده المودم. وتعرف اجهزه المودم ازاي؟ اجهزه المودم تعرفها اي جهاز فيها فتحه فايبر اوبتيكال او في دي اس ال، اي دي اس ال، او دي اس ال، او انت كنت في امريكا كيبل مودم، ده تعتبر مودم. ده زي كده، دي تعتبر مودم. وفي بقى في مودم راوتر للناس المودم جهاز المحجن، ده هقول لكم دلوقتي يعني بعد شويه بعد الراوتر. فدي تعتبر مودم. فانت بتيجي تشتري هتلاقيها مكتوب عليها مودم، مش مكتوب عليها ايه؟ راوتر. هتعرفوا ازاي؟ هتبص على الكرتون انا بوريها لكم دلوقتي، هتلاقي الجهاز مكتوب عليها مودم. في الجهاز المكتوب عليه مودم هو الجهاز اللي هي اللي ايه اللي فيها اللي سواء كان فايبر، سواء كان في دي اس ال، اي دي اس ال، كيبل كده. عرفنا ان المودم بتيجي مع شركات مقدم الخدمه، وممكن تشتريها منفصل مع ايه في مراكز تجاريه عادي. طيب في الرواتب بقى، ليه انا بحب الراوتر منفصل عن المودم؟ اقول لكم ليه. اول حاجه، الميزات الهاي اند اللي فئات العليا هتلاقيها في الرواتب، ما تلاقيهاش في المودم. في المودم مثلا دي بيبص التلات ردات، 1.2.4 و2 5 جيجا هرتز، يعني 5 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز و4 باي 4. الحاجات دي مش هتلاقيها في المودم، يعني عمرك هتلاقي اللي احنا بنقول عليها راوتر ده اسمه مودم، ده راوتر. تعرف ان الراوتر ازاي بقى؟ اول حاجه في فتحه وان او فتحه اشعار الانترنت او مكتوب انترنت، وهو ده اسمه راوتر. وطيب دي اسمه راوتر برود باند، او هتلاقيها في مكتوبه في كرتونه ترابل بي او اي. طيب كمان حاجه ثانيه، انت مثلا معاك مودم او معاك مثلا اي دي اس ال، مثلا معاك اي دي اس ال، وغيرت اي دي اس ال وخليت معاك في دي اس ال، وغيرت مثلا في دي اس ال وخليت معاك فايبر اوبتيكال، اللي يحصل انت مش بتغير المودم، انت جاي دافع مثلا 400 دولار 300 دولار 1000 جنيه 2000 جنيه على الراوتر، فانت بتغير المودم بس. فاهم؟ يعني انت بتعمل ابجريد لاتصالك، وانت بتدخل يوزر نيم والباسورد على الراوتر عن طريق بريدج، مش عن طريق انك تربطها بالستاتيك اي بي او دي سي بي ديناميك والحاجات دي. دي حاجات دي هركض بعد شويه. بتدخل يوزر نيم والباسورد هنا، اللي بيحصل معالجه البيانات بيحصل في الراوتر، والمودم بس يدوبك بيترجم الاشاره من الديجيتال للانالوج والانالوج للديجيتال. فانت كده بتستفيد من الراوتر استفاده كامله. يعني الناس هنا، معظم الناس في مصر بتقول على المودم راوتر، مودم راوتر، راوتر راوتر، يعني ده ما ينفعش كده. ماشي. تاني حاجه، وطبعا هسيبه لكم ان بره بيشرحوا بتفاصيل، يعني موقع امازون بتفاصيل. اخر حاجه بقى، حاجه اسمها مودم راوتر، هتلاقيه في فتحه
ADSL او فايبر او اللي زي ما قلت لكم كيبل مودم او اي حاجه او ايه وان كابل وان في سلك وان. فهتلاحظ ان يقدر يخش ده ويقدر يخش ده وتعمل تقدر تعمله بريدج وبتعمل كده. يعني مثلا ايه ده معظم الاجهزه المودمات الجديده تبقى راوتر مع مودم بس للاسف تيجي مع مواصفات متوسطه يعني ما تمشيش على مواصفات عاليه. الراوتر مع مودم تيجي معظمها مواصفات متوسطه والمودم مواصفات منخفضه. وطيب والرواتر ساعات بتيجي مواصفات عاليه مش شرط انت لازم تشوف المواصفات انت تشتري الجهاز بايه. الاجهزه المكتوب عليها الاجهزه المكتوب عليها مودم راوتر وهو ده الاجهزه المكتوب عليها مودم راوتر هو ده. هتلاقي في حاجتين في لحظه فيها كيبل راوتر او هي قصده الوان والاي دي اس ال واللي يشتغل الاثنين سواء مودم او راوتر. ممكن تعمل بريدج على المودم الثاني او الفايبر وتحط الاعدادات الاتصال هنا وهيشتغل معاك. طيب ده مودم 4G او راوتر 4G ده بيشتغل راوتر يعني فيه فتحه وان زي انا شرحته قبل كده في ال 4G بلس فتحه وان ممكن تحط عليه وتحط يوزر نيم الباسورد بتاعت اشتراكك هنا فهيشتغل معاك. طيب انت ازاي تعرف ان ده كمان مثلا زي دي ده ايه ده مودم يعني بس مكتوب ايه في فتحه تليفون او لو انت عندك فايبر هيبان فايبر او كيبل مودم في عندك في امريكا فتلاقي كيبل مودم. طيب هنا بقى استنى بس نعمل فوكس كمان زي تعرف ان ده راوتر في بريدج او حاجه لازم تعرف في حاجه اسمها ترابل بي او اي هتعرف ان فيها ايه برود باند اللي هي لازم الحاجه دي اللي تستفيد بالمودم استفاده قصدي بالراوتر استفاده كامله او مكتوب برود باند او في كرتونه مكتوب عليها ايه برود باند كده. نتاجر بقى ان شاء الله بقيت الشرح ان شاء الله على الايه على امازون. انا دلوقتي هشرح لكم فرق من المودم وفرق من الراوتر وفرق من مودم راوتر عن طريق موقع الامازون شبه بديل دليل قاطع. والشرح ده موجه للمستخدمين العاديين. اول حاجه انت لو لقيت الجهاز فيه فتحة فايبر اوبتيكال او في دي اس ال او دي اس ال او اي دي اس ال او كيبل مودم اللي موجودة في الولايات المتحدة الامريكية دي تعتبر مودم يعني دي مودم. مثلا هديك اكزامبل تاني دي مثلا ده راوتر. الراوتر في فتحة وان او النون الازرق وشعار الانترنت يعني هتلاقيها فتحة نردان فتحة وان قصدي وفتحة شعار انترنت وايه ولونها ازرق او لونها اصفر. يعني مثلا دي مثلا مكتوب في دي اس ال او اي دي اس ال راوتر معناه ايه ده في حاجتين في دي اس ال وفيها ايه وان. طيب دي مكتوبة مودم راوتر دي مودم راوتر معناها ايه دي في دي اس ال واي دي اس ال معناها مودم او حتى اكتبها لك تاني مودم راوتر يعني ممكن اكتبها لك في دي اس ال او اي دي اس ال او فايبر او كيبل مودم في ده يعتبر مودم. فهم كتب لك التقنية اللي بيشغل عليها المودم وكتب لك مودم وراوتر معناها ايه مكتوب اشعار الانترنت اهو اللون اصفر وفي دي اس ال. طيب هنشوف جهاز تاني دي بقى كيبل مودم دي بتاع الولايات المتحدة الامريكية تشتغل عن طريق الابراج زي ابراج تلفونات كده بس دي تقنية تانية يعني في الولايات المتحدة الامريكية دي موجودة في امريكا مش هتلاقيها فين في الدول العربية. دي مثلا راوتر مكتوب وان ولونها ازرق وبس دي ما فيهاش فتحة تليفون ولا فتحة ايه ولا فتحة فايبر ولا فتحة كيبر ايه مودم ماشي ده مودم. بيقول لك اما انت تشتري مودم دي معاه راوتر ان ليه ان المودم امكانياته ضعيفة اما الراوتر امكانياته قوية جدا. فهتلاقي معظم الواي فاي واللان 10 جيجا وكله ده هتلاقيها في الراوتر متلاقيهاش في المودم. والمودم لازم تجيبها
وهقول لكم ازاي تربط المودم بالراوتر. لازم يكون السلك تكون نوع كويس، في سلك بتيجي مع الروايات تكون حلوه، او لو انت لو بتفهم في السلك في ايه تجيب حط سلك في نوع كويس، كات 6 كات 7 كات 8. انا طبعا حاط كات 8، يعني هو كات 8، يعني حاط كات 8 ماشي، حاط كات 8. هتحطه في اي فتحه لان، وانت لازم تبرمجه كنت فتح عارف ان في اي فتحه لان انت حاطه فيها. انا حاطه رقم 1 وحطه هنا في الوان، يعني هنا في الوان، هنا في الوان، بس انا ماسك الكاميرا بايديا. شكله حاطه غلط ولا ايه؟ لا حاطه صح اهو. بس اول لو معاك راوتر، ما لو معاك مودم تاني مكتوب عليه وان، فتحط مثلا في الوان، يعني تشوف رقم 1 رقم 4، فانت مثلا عندي في رقم 4 فتحط هنا في الوان ماشي. طيب هنعمله بريدج ماشي، معلش الاجهزه بتوعها، هنعمله بريدج دلوقتي. انا هعمله بريدج، هتخش على ادفانسد، بعد كده هنخش على الوان. هو معموله تابل بي تابل بي تابل بي، وتدخل انت المفروض تدخل يوزر نيم هنا والباسورد صح، اليوزر اللي هي بتقدم الخدمه. انا طبعا انا هعمل هنا انا دي اللي هي الاتصال الاي دي اس ال، وهي ده اتصال الايه الفي دي اس ال. طبعا اهو مكتوب هعمل كده، ومفروض داخل يوزر نيم باسورد. لا هتعمل بريدج، وهتعلم على اللان اللي انت تعمل فيه بريدج. فانا عملت ايه لان واحد، الكلام ده على راوتر هواوي تختلف من شركه لشركه كده. تدخل اليوزر نيم هنا، انا طبعا مسحته، وتعمل ابلاي على الايه على الراوتر. في الليل ايه يحصل؟ انا دلوقتي مثلا افتح اليوتيوب، اخي سريع جدا في الاتصال. هتلاقيه سريع جدا في الاتصال، ليه السبب؟ السبب اني انا عامل راوتر كانه مودم. طبعا في ناس بتستخدم في البيت نت برضو، عامل راوتر كانه ايه برود باند، والمودم كانه بريدج، فكان معايا جهازين، واحد بيعمل مهام والتاني بيعمل مهام، فالجهازين بشغال، اللي بدخلش اليوزر نيم والباسورد على المودم. فهمني؟ ان شاء الله هشرحها في الحلقه دي، حلقه منفصل. انا كده خلصت الشرح، فرق من المودم وفرق من الراوتر وفرق من مودم راوتر. لو احتجتوا اي حاجه اكتبني في التعليقات، وانا هجاوبكم عليكم ان شاء الله. مع السلامه في حلقاتي الجايه، مع السلامه.